فاقرا الخبر البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي. نبدأ فقرات اقرا الخبر من عند أول أخبارنا الخاصة بفريق نادي الزمالك، اللي قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون تقديم موعد مران النهاردة الأحد ليكون الساعة 4 عصرا بدلا من الساعة 6 مساء زي ما كان بيقام امبارح، ذلك استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي يوم السبت اللي جاي في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. ويأتي تقديم موعد التمرين حتى يتيح للاعبين وللجميع مشاهدة مباراة مصر أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية واللي مقرر ليها النهاردة الساعة 9 مساء. عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب امبارح يوم السبت على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر النادي. وجه كارتيرون تعليمات كتير جدا للعيبة استعدادا لما هو قادم، وكمان طالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية، خاصة وان الفريق مقبل على مباريات مهمة سواء طبعا في بطولة الدوري او بطولة دوري ابطال افريقيا. وفي نفس الوقت شرح كارتيرون للعيبة برنامج تدريبات الفترة المقبلة. لعبة الزمالك عملوا فقرة تدريبية استشفائية خاصة امبارح في مجمع الصلاة بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الفني قبل خوض التدريبات الجماعية، وذلك ضمن البرنامج البدني الموضوع للاعبين. وجاءت هذه الفقرة من أجل تقوية العضلات وعمل استشفاء للعضلات خاصة بعد العودة من الراحة لمدة 3 أيام، وذلك حتى يكون اللاعبين على أتم جاهزية للتدريبات، كمان منعا لتعرضهم لأي إصابات عضلية. خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون فترة أو فقرة تدريبية بدنية في بداية مران الأمس اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وتم التركيز خلالها على رفع معدل اللياقة البدنية. وتضمنت هذه الفقرة تدريبات الجري حول الملعب وتدريبات بدنية بالكرة، وتولى كل من البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال الإشراف على الفقرة الفنية، واللي هتتنفذ بشكل تدريجي يوميا للاعبين حتى الوصول بيهم إلى أعلى فورمة قبل مواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي في بداية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. أدى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق امبارح السبت اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو. ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، خاصة وإن الجهاز الفني يرغب في تواجده وبقوة في اللقاء القادم. خصص الجهاز الفني الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبية فنية خلال مران الفريق امبارح السبت اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على تدريب اللاعبين على التسليم والتسلم تحت ضغط المنافس، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الموضوع اللي تم تجهيزه خلال الفترة الأخيرة استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.